بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ زايد النمري من السعودية، عميل شركة المحيط من هذا الفندق، فندق جراند حياة. هذا الفندق يطل على البرجين، برجي كوالالمبور وعلى حديقة البرجين. هلا وسهلا أخ زايد. أهلا بك، الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيك، كيف أخبارك إن شاء الله؟ والله بخير، الله يسلمك، نحمد الله ونشكره. كيف تبدأ الرحلة في ماليزيا إن شاء الله؟ والله الرحلة ممتازة جدا يعني، ولم نجد أي صعوبات. الحمد لله. لأداء البداية، كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله عن طريق صديق في السعودية. تقييمك لأداء الشركة بداية تراسل معاه بالواتساب؟ والله الواتساب يعني يوميا، الواتساب يراسلون على طول ونعرف من هو السائق اللي بيأتينا غدا، يعني كل شيء ميسر. حتى أننا من أن وطئنا مطار كوالالمبور أتانا السائق ووجدنا الاسم موجود في لوحة، وقد انتقلنا من المطار إلى الفندق، وهكذا ومن مدينة إلى مدينة، إلى حتى الآن لم نصل أي لم نجد أي صعوبة إطلاقا الحمد لله. الاستقبال في المطار كيف شفته؟ ممتاز جدا يعني. أعطوكم شرائح يعني للتليفون؟ أعطونا شرائح للتليفونات اثنين، أعطونا شريحتين. نعم. نوعية السيارات وتعامل السواقين معكم؟ جدا ممتازة. الجولات السياحية؟ الجولات السياحية ممتازة جدا، ولم نجد أي صعوبة فيها، لا من ناحية السائق ولا من ناحية أي شيء آخر. ما أجمل شيء رأيته في هذه الجولة؟ والله البلد جميلة جدا، والأجمل من ذلك أننا لم نجد صعوبة في الشيء الذي اتفقنا معه في مع شركة المحيط، حيث كان كل شيء ميسر. وبصراحة نفتخر فيها. الله يعافيك. نفتخر تماما يعني. نوعية الفنادق ممتازة جدا. هذا فندق أحلى فنادق. نعم. ما صعوبات؟ هل في صعوبات واجهتك؟ لم نجد أي صعوبة لحد الآن الحمد لله. كل شيء ميسر. كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة يعني أنا أشيد بالإخوان الموجودين في شركة المحيط، وأتمنى لهم الخير والتوفيق دائما، وإن شاء الله إلى مزيد من العطاء. الله يعافيك وترجع إلى بلدك بالسلامة. الله يسلمك إن شاء الله. بكل خير. كل عام طيب مقدم. كل عام أنتم بخير إن شاء الله. وتعاود إن شاء الله عن طريق شركة المحيط. لدينا فروع في أندونيسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا وفي تايلاند. في ممتاز جدا. إن شاء الله يعني أنا أريد أن أحظى بكرت لكم حتى يعني أبين لأصحابي ولزملائي وأعمل لكم هناك دعاية لما لاحظته من فعل، يعني ليست دعاية كاذبة وإنما هي دعاية صادقة. الله يعافيك بإذن الله. سنعرف إن شاء الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.